لكل شعب نقطة للتمييز بين الشعوب، فالشعب الصحراوي يتميز عن باقي الشعوب نظرا لظروفه القاسية والنقص الحاد في وسائل العمل. تشواش المنازل مكان بعيد بميال ليا محال تمر الأذان يوم زاد البيا تشواش المنازل مكان بعيد بميال ليا محال تمر الأذان اشتاقل أرضي ودموعي مشات عاد الطوفان اشتاقل أرضي ودموعي مشات عاد الطوفان زاد الحنين إلا أن الحاجة الماسة له جعلت الإنسان الصحراوي وبإرادة فدة يظهر بتحمل الظروف سواء كانت طبيعية أو نقص في الوسائل أقنعته بأن يقوم بعملية البناء على أحسن وجه، فبتكرار البناء أصبح الذي يقوم بهذه العملية محترفا ويحاول دائما أن يجد طرق جديدة في هندسة هذه البيوت. بنيات ضرور مبين فجرة وين خرجان اشتاقل أرضي ودموعي مشات عاد الطوفان اشتاقل أرضي ودموعي مشات عاد الطوفان زاد الحنين ولوعي وبلا نسيان زاد الحنين ولوعي. هذه البيوت عادة الشكل المربع وتكون في القالب مغطاة بالزنك، وكمكمل للخيمة التي لا يستطيع الصحراوي الاستغناء عنها باعتبارها رمزا من رموز هويته الثقافية وحتى التاريخية. أملنا دائما هو العودة ونهاية الحرمان والتشريد الذي اعتمده الاستعمار، ونقول له بأن اللجوء بالنسبة لنا ليس بالمعاناة بل مدرسة تكسبنا قدرا كبيرا من التكوين والتأهيل في مدرسة الحياة وفي جميع الميادين. والانتفاضة هز الكون وفرض بها